كرة القدم ربحوا خسارة. مباراة حلوة وما قصروا لاعبين ثانيين، وإنما الدور اللعب للمشجعين وذاكر بأرضهم يلعبون ومسيطرين على اللعب. كل وين مباراة ربحوا خسارة ممتاز، بس حظ حظ. للأسف هناك كان خيبة أمل ومباراة كانت حلوة، الدفاع مالنا شوية كان ضعيف، بس إن شاء الله بالمباراة الجاية إن شاء الله الاستمرار والأقوى والدعم، وما شاء الله الجماهير كان هناك عندهم حماسية وفرحة، بس للأسف صابت خيبة أمل. أكو دعم وأكو سناد إن شاء الله، وإن شاء الله الموفقين للمنتخب العراقي، إن شاء الله المنتخب العراقي ما يستاهل الخسارة، ما يستاهل أبدا الخسارة.